جميع. حاضرة معنا الأستاذة دواخ عليمة، أخصائية نفسانية لمعالجة موضوع الفوارق التي تؤثر على العلاقة بين الزوجين. أهلا أستاذة، نورتينا بحضورك. شكرا على الاستضافة. نحكي احنا الآن عن مرحلة الزواج والتي تسبقها ربما مرحلة التعارف وغيره. من المفروض أن يكون فيه دراية ملمة من قبل الزوجين عن شخصية الآخر، صح؟ من المفروض. لما تظهر كل هذه المشاكل بعد الزواج وخلال فترة الزواج؟ أنا نخص الحديث عن الفوارق. الفوارق الزواج مرحلة لازم تكون، الشيء المهم فيها مرحلة الاختيار، أصلا هو الشوفال نواغ باش يكون الزواج سعيد. الفوارق كي تكون كاين الاختيار هذا لازم يكون عنده دي باغاميتر، معايير، ما تكون عنده معايير يتقيد به الانسان. وكي تي يختار الانسان باش يتحكم فيه يكون الخيار هذا، تكون تحكمه العاطفه، يوجهه العقل، هذه ثاني، وتباركه الاسره. وهادو عليهم كامل لازم يكون متساوي بين الضغوط الداخليه والضغوط الخارجيه. اذا كانت تساوينا في الضغوط الخارجيه والداخليه وخدينا تحكم للقل العواطف والعقل والجهل، الاختيار راح يكون صحيح. كيفاش الحين نكون، كيفاش الحين نختاروا احنا؟ الاختيار ممكن تكون كاينه فوارق، فوارق ممكن لو فوارق، فوارق التي يمكن ان نحصيها. لازم كاين ثلاث فوارق، فوارق الثقافيه وهي الاجتماعيه، وفيها فوارق روحيه، وفوارق كي تكون مثلا فوارق في السن. في الاجتماعيه والثقافيه نقدر نتحكم فيها، نتحكم فيها ولا ما يكونش. شوف كي نكون احنا نقولوا عندنا لي باراميتر، ما كاينش منها احنا واش نحطوا، نحطوا كاع العناصر، بصح ماشي شرط يكون واحد يخص منها راح لا بالانس تروح. اوكي، هي واش يكون هو الهام الجي المليح سيكو. كاين في الاختيار تاعنا كاين عندنا نحوسوا على التجانس، ونحوسوا على الاكتمال، ونحوسوا على كاين اختيار لا شعوري. بس كيف الاختيار واحد يقول لك نحوس الانسان يكون عندي متجانسين، يعني متشاب كاين تجانس كبير بيناتنا، يعني كاين بزاف متقاربين. لكن استاذه استسمحك باش نركز اكثر على هذه النقطه. ما ننساوش انه في كثير من الشباب الان الحب هو طاغي في العلاقه في الارتباط. يعني يقول لك حب من اول نظره، انا حبيت فلانه، المراه تقول لك حبيت فلان، بالتالي راح تتغاضى النظر عن كل الفوارق التي يمكن ان تكون. الحب وحده ما يكفيش، قلنا هذا التحكم الحقوق، قلنا من الاول العاطفه هذه هي تحكم، بصح وحدها ما تكفيش، لازم يكون توجيه عقلي. الانسان كي يكون عنده الخيار هذا كي يكون، باسكو واش يقول لك؟ يقول لك نحوسوا الانسجام. ما نقدرش نقول لك، كاين يقول لك لا، كاين نظريه تقول لك لازم يديها باسكو يتكامل وياها، يتكمل له النقص اللي فيه. كيفاش يكون التكامل هذا؟ هو لازم يكونوا في ثلاثه، الاختيار على بالنا واش نحوسوا، على بالك في الرياضيات كان عندنا تاع لي زونسومبل، نديروا لونسومبل اون كومان، عندنا لونسومبل كومان لازم ما يكونش كبير. العامل المشترك، العامل المشترك، العوامل المشتركه لازم تكون مليحه، باسكو التطابق واحد ما يقدرش، الانسان ما يقدرش يعيش فيه التطابق، انسان يشبه له. الاختلاف مليح، بس دائما الانسان يشوف الحاجه اللي تنقص الاخر، مثلا واحد يكون شويه هو هادئ يحب ياخذ واحده خفيفه. الانسان دائما يطمح باش يكمل، بس ما يكونش هذه وحدها. بس كي يقول لك الانسان اللي كان ما عنده، هو ماهوش قابل، ما عندوش قابليه، ما يقدرش الاخر يجي يساعده. هذه لازم نتفهموها. الانسان كي تكون عنده الخيار اللي نديوه الحاجه وحده للحب ما يكفيش، ما يكفيش، لانه راح يتعثر. علاش؟ باسكو ما شافش الجوانب الاخرى اللي حيرتبط بها. هي الارتباط في الاصحاب اللي كنا نختاروا كيفاش نكونوا معاهم، فما بالك يكون الزواج اللي يكون يدوم حياه كامله. ما نقدرش نقول لك العنصر الاساسي هو الشخصيه في الانسان، باسكو كي تكون عندك الانسان كيجي يوزن يلقى مثلا فوارق اجتماعيه، على بالك التنشئه تاعو كيفاش تربى، كاين النظره تاعو للزواج كيفاش، الربا مع الابوين تاعو، كيفاش نظرة المجتمع ايضا للعلاقة الزوجية، هادو كامل يجي بيهم. ما كاينش منها هذه ما ينساها. وشنو هو ذاك الوقت يقول لك لا هذا هو لو باغامتر تاعي، هو القلب تاعي لازم نمشي موراه، نمشي موراه بصح كونديسيون طم معاه
طيب الجوانب الأخرى. هل من مهارات يمكن أن يكتسبها الإنسان ولا أحد الزوجين خلال مرحلة الزواج من أجل ربما تخطي كل هذا الفوارق التي تكون؟ الفوارق ممكن تخطيها، شوف سيت اون بالانس، قد ما توزن تقول عندي لو بوغ ولو كونتر، إلا صبت باللي هادو لو بوغ كاينين وشوية هادوك ممكن أبخي تكون عندنا مهارات باش، ولا كان وزنت وصلت أكثر من العوامل اللي ما تساعدنيش ولا بالانس حطت لي، أنا إنسان يزيد يفكر شوية. يزيد يفكر في العلاقة قبل ما يدخل. قبل الزواج. لا لا قبل ما يدخل، لا لا قبل ما يدخل. ما دام دخل الإنسان اللي يكون عنده شخصية تاعو سوية وتكون عنده مرونة يقدر يفاسادابتي. واش معناتها سادابتي؟ معناتها كي تجي المشكل يقدر عندي حلول. باسكو المشاكل اللي تجي من بعد ماشي شرط تكون برك باسكو كاين فوارق، كاين مشاكل تجي في العلاقات الزوجية مشاكل اتصال أصلا. في المشاكل الاتصال كاين اللي عندهم مشاكل تبدا عندهم باسكو ما يتصلوش مع بعض، كي نقول ما يتصلوش مش معناتها ما يهضروش. باسكو في الاتصال عندنا أركان، مثلا يقول لك أول أكسيوم تاع الاتصال يقول لك نو با كومونيكي. نقدر باغ اكزومبل واحد قعد مثلا انا نستناو في صاله تجبد جورنال معناتها مانيش حاب نهضر، هذا اشاره، هذا رساله راني نبعث فيها. كاين بزاف اللي تورطوا في العلاقه تاعهم انه ما يحلوش مشاكلهم الاولى، ما يحلش المشكل ويخليه يتراكم وما عندوش لا سوبليس ابخي باش يمشي مع المشاكل تاعو. واش هو الفارق اللي يمكن انه يؤثر تاثير كلي على العلاقه الزوجيه؟ عندنا الفارق الثقافي والمستوى العلمي كفارق، عندنا الفارق المادي والاجتماعي بين الزوجين ايضا، وعندنا ايضا الفارق في الروحي كما قلت انت وعدم توافق بين الشخصيتين. وش هو الفارق الذي يؤثر تاثيرا كبيرا على العلاقه الزوجيه ويمكن ان تنحل وتنفك العلاقه الزوجيه؟ ما نقدرش نكون كاين واحد فارق هذا يقدر يغلبهم الكل، ما يقدرش. باسكو علاه قلت لك اذا كان عنده الشخصيه تاعو قويه، مثلا نعطيك كاين فارق، وانا على بالنا بلي في الزواج سورتو البيئه النفسيه البنيه النفسيه للزواج كاين اختاروا ثلاثه، ممكن يختار الزوجه الام الزوجه البالغه والزوجه البنت. الزوجه الام اللي تكون يختار زوجها الام هو يكون مثلا يكون معاه هو الزوجه الام تمد هي في العطاء حنان تعطي له تمد ما تديش أوكي. الام الزوجه البنت تاخذ برك ما تعرفش تمد، الزوجه البالغه تمد وتدي. دوك الا تلقى زوج باه هو كي نقولوا الزوجه الام ما من الزوج كاين زوج الابن يكون ناجح في حياته، يعني ماشي متعلقه بالحياه تاعو، وشنو تكون في البيت تاعو كان ما يديرش والو، الزوجه يتهلا فيه مدلل والطفله هذه مدلله. الزوج الاب مع الطفل البنت يتلاقى هو يمدلها ما يحقش تمدلو وهي تدلل. كيف الزوج الابن مع الام زوجه الام هي تمدلو هو يدلل. احنا كان نحكيو على فارق السن ولا نحكيو على شخصيه التركيبه تاعهم، باسكو التركيبه هي اللي تخلي الفوارق اللي تنحل من بعد. ما نقدروش نقولوا هادو ما هادو تزوجوا باسكو عندهم فارق مثلا هذا كبير عليها بزاف سافا فادوني، ما عندناش خاطر شفناهم كاين ناس عندهم فوارق ومشات عليها باسكو كاين دوتغ بارامتر. البارامتر الاولاني هو الشخصيه نتاعو، الشخصيه تاعو المرونه. باسكو هي واش معناتها التوافق؟ التوافق اني تكون عندي كاباسيتي عندي قدره باش نحل المشكل ولا نتجاوزه. هذه هي لادابتاسيون. اصلا الانتيليجونس سي كوا؟ سي سادابتي ا توت نوفيل سيتياسيون كي ديفيسيل او كيلك شوز كي راح تكون لي اون كريز هذاك الوقت. لو باغامتر وحده ما نقدوش ناخذه، حتى في الدياغنوستيك لازم يكون عندي بلوزيور باش نقول هذه ما يمشيش. حتى بيكون فرق مثلا في هذه اسره غنيه وهي طفله مثلا البنت فقيره ولا اسرتها عندهم ديفيرونس في الجانب الاقتصادي ما نقدوش نقولوا سافا فا مارشي. علاه؟ سي فغي كو كاين حسب شخصيه الزوجين، حسب شخصيه الزوجين كاين دوطخ باغامتر شخصيه وكاين الذكاء الانفعالي. دوك هذيك الطفل مثلا هذيك المرأة إذا كان عندها ذكاء انفعالي منخفض عاطفي منخفض ولا هو عنده منخفض يتأثر، أي حاجة تجي تأثر، واللي يكون عنده ذكاء وعنده شخصيته سوية راح يتجاوزهم هذوما. كاين اللي في العام لا بروميير اني صراع بيناتهم، هو الصراع علاش؟ باسكو اختلاف، كاين اختلاف ولو ديفو تاعهم سي كل واحد يحوس يمشي الحاجة ديالو. هي سي ان كومبرومي، انا ندي من عندك والاخر يدي من عندك ويديروا حياه وسطيه بيناتهم.
إذا كان حوس واحد يفرض وهذه سي لاغيزيديتي، المرونة تسمح بكل الأشياء هذه، كي نكون مرن ما نبقاش فيها، ما مشاش نشوف طريق واحدة أخرى اللي جاتني. ولا كان صبت مثلا حجاو وتعطروا، كان هنا لازم يتساءلوا شو هو المشكل تاعهم. هي باغفوا كاين من اشياء في نعاود نولي لي زاكسيون تاع لا كومونيكاسيون الاتصال، مثلا يبداو نقاشات، يبداو مثلا يعيطوا لها باش نشوف شكون اللي بدا باغ اكزومبل، هو جا تعبان ولا هو ماهوش مليح في العمل تاعو، هي هضرت معاه ما سمعلهاش باسكو ماهوش مليح، هي ما تقولش علاش ما هضرتش معايا مثلا، هي واش دير؟ اي ما هضرش معايا انا ثاني ما ومن بعد هو يشوف ردة فعل تاعها راح تكون مختلفة، راح يقول لك هي ما ردتش عليا، راح يزيد تولي بيناتهم يطلعوا يحطوا بلا ما يفيقوا بلي راهم داخلين في حاجة، ومن بعد واش يولي؟ يحوسوا على السبب. اه باسكو هو ماشي كيما انايا، هو مستواه المستوى تاعو ماشي كيما انا، يبداو يحوسوا على الأسباب اللي كانت ممكن ما تكونش سبب كبير يعني، ولا باش تنحل العلاقه بيناتهم. يخلقوا اعذار اللي تخلق مشكل في العلاقه. في العلاقه. اصعب مرحله زواج هي سنه اولى زواج، هي صح؟ هي سنه اولى زواج. اذا مرحله يجب انه باش يتخطاها الفرد لازم يكون متحكم في اعصابه، لازم يكون عنده مرونه في تاقلم مع شخصيه الاخر. هل توجد جلسات ربما علاجيه يمكن ان ياخذها زوجين؟ تعرف بلي دوكا في مثلا في ماليزيا داروا لهم جلسات قبل الزواج باش يتفاداو نسبه الطلاق، داروا لهم باش يفهموا الانسان، حتى الرجل يفهم نفسيه المراه كيفاش دايره، والمراه تفهم نفسيه الرجل، يشوفوا الاحتياجات الذاتيه باسكو الزواج عنده احتياجات، يشوف الاحتياجات نتاعو هو وشنو هي الاحتياجات نتاعو، كيفاش راح يختار الزوجه نتاعو من المبدا انه انا محتاج لهذه وهذه عندها هذه اسكو تناسبني. مثلا واحد عند هي حسيه تحب الكلام اللطيف تحب، وهو ما عندوش الحسيه بزاف، يهضر هكا بسبور ويهضر ممكن ما ينسجموش باسكو هو احتياجاته وطريقه التعامل تاعو تختلف عليها، وهما ممكن يتفاهموا برك ما عرفوش كيفاش يسيبوا الطريق اللي توالمهم في زوج. نقطة اللقاء. نقطة اللقاء، هذوك يتفاهموا، مادام مازال تزوجوا وشافوا بلي كاين مشاكل بيناتهم، كاين جلسات عائلية، يعطونا يعني جلسات عائلية تبدا دابوغ بلو كوبل هو في حد ذاته، كاين حتى بيكونوا عندهم دراري، بس كيما ننساوش لو كان كي تكون الأمور ما تمشيش، ما نحبش نهضر على الانفصال أنا ولا الطلاق، لأنه حتى وكي نهضروا عليه بزاف، على بالك كي نهضروا على الطلاق بزاف ونقولوا النسبة راهي عالية، قد ما نهضروا على الشيء الحاجة كي تكثر المس بها راح تفقد الحساسية تاعها وتولي الناس بان لها حاجة عادية كي نطلقوا، مادام كثرنا الهضرة عليها عطينا لها دو لومبلوغ ويولي الإنسان يطلق لأتفه الأسباب، مانيش نقولوا ما يطلقوش، الطلاق اللي كي يكون لازم يكون أبغض الحلال، بصح كاين طرق كثيرة باش تمنع، كاين الناس يجوا تبان لهم حاش يتفاهموا كاع. احنا كي يجي بينا ماشي الهدف تاعنا ما يطلقوهمش، احنا نعاونوهم باش ياخذوا قرار. باغفوا كي يتفاهموا كي يكونوا في الجلسات وهي تسمع له وهو تسمع لها، والطرق تاع العلاج الاسري يختلف فيها شويه على الطرق العلاج الفردي، باغفوا يطول لها يقولها ما قلتليش هذا الشيء، يخرجوا من الجلسه واحد الهدوء عندهم، كيعاود يولي يقول لك كنا حايرين كيفاش كنا رايحين نتلقوا، وخاصه احنا باغفوا الاسر تتدخل سيرتو الا ما قدروش يحلوهم في بعضهم مع بعضهم، يحبالك تتدخل الاسر معاهم صلح من اجل وكل الصلح. واحد صلح على بالك، عندنا خلفيه اسريه، الانسان كاين اللي باغ اكزومبل كاين بنت عاشت في اسره الام مهمشه كثير والاب عنده سلطه عاليه، يعني هذيك دات نظره على الزواج كي تجي لا ديفونس باش ما تكونش واحد تعاود نفس الدور، لا شعوري هذا يخلينا حتى نختاره بارفوا نختار تخاف تطيح في راجل يدير كيما الاب كيما الاب تاعها، تختار واحد كيما الاب تاعها بلا ما تفيق، الحاجه اللي نخافوا منها نروحوا ليها، نقص اللي تلقى في اسرتها وفي عيلتها بس كي خافت منه راحت ليه، حاول تعوض، اختاروا سوا باش نفيتيو الحاجه ولا نحوسوا نريباريوها، وهذا في زوج ماهوش اختيار يكون، بصح ميم كان صرا ما نقولوش بلي كاع الاختيارات راح تكون خاطئه تاعنا، سي تي شوا، كاين الناس اللي قاعدين عايشين مع بعض مع انه الداخل ما كانش سعاده بزاف، كيفاش عاشوا مثلا كاين تضحيه سواء الام ضحات ولا الاب يضحي، كاين الناس اللي فقدوا مثلا العلاقه الزوجيه فقدت ولات في العلاقه الابوه، يعني ما عادوش زوجين عادوا ابوين،
الاب ولا الام الا كانوا ماهوش سعداء راح يفون ترونسميتر لي زونفون تاعهم ياثروا على الاسره. وكاين وين نقولوا دائما شي ما تخليوش تراكم مشاكل بيناتهم بارفوا واش تراكم. مثلا ما يقولهاش الشيء هو باغ اكزومبل زعف من حاجه ما عجبتوش يقول لك ما نقولهاش بس كي تزعف. هي يقول لك ما نقولوش كي نقول له يزيد هذه كي ما يقولهاش ماهوش يتفاداو مي راكمو في الشيء. ويقول لك يفو ميتا كومونيكي. مثلا نكون من في العمل تدخل تقول باغ اكزومبل لا سكرتير ولا تقول لها صباح الخير ما تجاوبكش انت تقول ليش ما قالتليش هذه تعاودوا بصحكم تقول لي اختي علاش ما قلتليش تقول لك ما شفتكش اصلا راح تكسر الحواجز تكسر الحواجز هذه وهذه في الاسره سي 3 فوا سي على انيام دو فوا. اذا يمكن ان نقول انه اخر نصيحه يمكن نختم بها هذا اللقاء هي انه كل الاشخاص مقبلين على الزواج لازم تكون عندهم ثقافه الارتياد اختيار والارتياد ايضا اخصائي اجتماعي الاخصائي دوكا ماشي شرط يكون مرض لا يعرفوا قلتها لازم الانسان يفهم بس كل المفهوم ديجا لا بيير انغولير هو المفهوم اللي عندي انا المفهوم عندي الزواج شنو هو مفهوم الاسره وشنو هو عندي مفهوم الساكريفيس وشنو هو وشنو هي التضحيه واش معناتها التضحيه اسكو معناتها حقوقي كامل تروح كي يفهم هذوما يقدر مقبل يتأهل نفسه يصير بالك يقول عندي صراحة. حاجه تخصني نتعلمها صح ونيفيتي وكامل تعلمنا منك كثير استاذه دواء عليمه اخصائيه نفسانيه استفدنا من خلال اطلالتك عبر برنامج صباح الشروق.